لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة لكتاب الإبانة، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه وصلا على ما بدأناه من أمس، دروس المنهجية الاعتقادية أو الاعتقاد، دروس في الاعتقاد، وهو الأهم الآن، لأنه كما قلنا بوابة العلم إتقان العقيدة. حتى الانحرافات الفقهية أصلها انحرافات عقدية، يعني كل الأخطاء التي نراها على الساحة بسبب في انحراف عقدي معين أو ضعف في باب العقيدة، فيصل الإنسان بعد ذلك حتى في مسألة الفقه ينحرف أو يحيد عن الجادة. فبوابة العلم إتقان العقيدة، والعقيدة لا تؤخذ إلا من السلف الصالح المعاصرون. نهاية الأمر لو أتقنوا ظل ورأس، ده إذا أتقنوا، والإتقان ندرة عظيمة، ويعني المظاهر الخلابة تثبت ذلك. يعني الواقع الذي نعيشه يثبت التفريق أو الفرق الواضح بين من أتقن وبين من لم يتقن. عامة الإبانة، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. وصلنا إلى الكلام على حكم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكمل ذلك إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. وبينا اللفتة العظيمة في هذا الأثر. وقالت عائشة رضي الله عنها: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تذلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل، فلا تحرفوه إلى غيره. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عما يضرهم. في الأثر، أنا ما تكلمنا على الفوائد المستنبطة من الأثار هذه، إن شاء الله نتمها بعد الكلام على كلام أبي بكر. في أثر: لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان يسبون أصحابي، فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. وطبعا أيضا فيه التحذير العظيم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله في قوله سلم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فإنه يجيء قوم في آخر الزمان. وبعض العلماء يقولون آخر الزمان هو ما جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا في آخر الزمان، وفي التطاول والتجرع على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في زمان الآن ظاهر جدا هذا الباب، إما التطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل التقليد الأعمى المذهبي، كما فعل الكوثري وغير الكوثري في الكلام على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكثير ممن رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في التجرع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الرافضة الخبثاء الذين ما تركوا صاحبا من صحابة رسول الله إلا
وتعدوا عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، هذا مفاده أو لازمه التكفير، لأنه يكفر بذلك أنه سب الصحابة، وهذا يكون مستندا يستأنس به من قال بتكفير الساب مطلقا. من قال بتكفير الساب مطلقا عنده من كتاب الله جل في علاه قال: ليغيظ بهم الكفار. والأمر الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحق: فلا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم، هذا على هؤلاء الرافضة الخبثاء، فيها ما فيها من تكفير الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تناكحوهم ولا تجالسوهم، إن مرضوا فلا تعودوهم. وهذه لمكانة الصحابة الكرام. وقد بينا بأن الإمام مالك أتى بأصل المسألة عندما قال بأن هؤلاء القوم أرادوا القطح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا، فقطحوا في أصحابه، يقولون أصحاب سوء، إذن هو رجل كذا، استغفر الله. فلأن الله تعالى يعني لو اصطفى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمكن الله له من مكانة عنده فلابد أن يصطفي له خيار البشر. وهذا الذي قال ابن مسعود: ثم نظر الله تعالى في قلوب العباد فوجد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاهم النبي صلى الله عليه وسلم لصحبة نبيه ولنشر دعوته ولنصر سنته. فالغرض المقصود بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: فلا تصلوا عليهم ولا تناكحوهم، بأنهم لما سبوا الصحابة كان من لازم السب من لازم سب الصاحب هو سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بينا ذلك في الآية، الآية أظهرت عندما قال: قل أبالله وآياته ورسوله، مع أن مدار الحديث لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما رأينا مثل إخواننا أجمل عند اللقاء، أو قال أرغب بطولنا أجمل عند اللقاء، فلم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الآية لما نزلت بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دلالة على أن لازم نزل هنا، نزل لازم القول، نزل منزلة القول عندما قال الله جل في علاه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهنا يأتي ينتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على بعض الصفات، وأيضا كلام على ما نقل عن الخلفاء الراشدين الأربعة، كأنه بعدما تكلم عن حكم الصحابة قال: وهؤلاء هم الصحابة. وهذا فيه لفتة عظيمة جدا من المصنف، لأنه أولا أتى بذم من يسب الصحابة، ثم بعد ذلك حكم من يسب الصحابة، وهذا الحكم حكم من يسب الصحابة بين فيما أتى به، ثم أراد أمرا آخر، التفاتة عظيمة جدا مما أتى به، بأنه قال: وقال أبو بكر الصديق، وقال عمر الخطاب، وقال عثمان، وقال علي. يعني هذه فيها لفتة عظيمة جدا. وقال ابن مسعود أتى بترتيب الفضل في هؤلاء القوم. عامة ما اللفتة التي يمكن أن يستلهمها القارئ من بديع التصنيف هنا بعدما قال: وحكم سب الصاحب، فأتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثنى وقال: وقد قال أبو بكر الصديق: أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أين أخوك؟ في لفتة من الأهمية بمكان في هذا، هذا دلالة على بديع التصنيف، يعني تقارب جيد، أنت تعلم أنت تقارب أيضا، تحاول، ما هذا نريده؟ مش أنت مش كلمت؟ عايز تكلم تاني؟ هات. طيب نريد في التفاتة عظيمة جدا. نعم. إحنا عدم أتقى الصحابة عموما. اللي هم خلفاء المرشدين برضو جيد. يبقى أنا لو جمعت الأقوال كلها هاتيني نتيجة. ماشي كريم تفضل. إذا كان أبو بكر لا يتكلم في القرآن إلا بما يعلم، فمن باب أولى غيره. نعم، بس هو الحق الالتفات، أنا سألفت الالتفات شيء. شوف بديع التصنيف أتى بحكم سب الصحابة، طيب، وبين فيها بالأدلة على مسألة اللعن، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ثم بعد ذلك قال: هؤلاء الذين تسبون وتتجرؤون على أعراضهم فهم أفضل الناس، هم أفضل الناس. ثم أتى بأرقى سمة من السمات التي تثبت أفضليته، وهي العلم. يعني هذا لابد الإنسان أن يتقن هذا التصنيف. ما أنا قلت لك تقارب، أنت ما أتيت بها عشان نتكلم بحق، قلت لك تقارب وخلاص، أعلم الناس، أيوة جاءت بالفهلوة، لكن أنت أتيت بها. شوف في أحد أتى بهذا هذه الإجابة؟
خلينا التمني كويس. انا الان اريد سؤالي واضح. ايضا انت لما تاخرتها؟ ماشي ما تشوف اخرتها. وفين الاخ صبري؟ ماجاش. يعني انت فكرك غراب ولا ايه؟ شوفوا هذه مسألة من الأهمية بالمكان. هو الآن بعد كأنه يقول هؤلاء الذين تسبون وهؤلاء الذين جعل الله تعالى اللعن على من سبهم لتعلموا فضلهم هم أفضل الناس، ثم أتى بأخص السمات التي تثبت الفضلية الأفضلية بالعلم. ما أدري ماذا أفعل معكم. لما سجد الملائكة أو خضع الملائكة في السجود لآدم وأقروا بفضله إيش؟ العلم. وعلم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فهم أقروا بفضل آدم عليهم بسبب أنه أعلم منه. فشوف يعني هذه الأفضلية العلم. المسألة مش من وافقنا فهو معنا وخلفنا فعلينا، لا، المسألة يعلم ولا ما يعلم، وافقنا وإن كان أبو جهل. يعني إذا كان أبا جهل خلاه باللغة العربية الصحيحة لا، هو لابد يكون معنا ونقف معه. أخالفنا لا، المسألة يبقى لابد من محاربة العلم. لا، ليس كذلك. المسألة الله تعالى يزن الأمور بميزان آخر. فلذلك شوف هؤلاء أهل الفضل يفعلون ذلك. يقولون أنتم تسبون الصحابة، أنتم تسبون أعراض هؤلاء. طب هؤلاء الذين تسبونهم فإنكم والله في درس فإنكم تعلمون بأنه هؤلاء هم أفضل الناس على الإطلاق، وهؤلاء فضلهم يظهر في أخص السمات والصفات التي فيها الفضل، ألا وهي العلم. فلذلك أتى بأخص سمة تفضل هؤلاء، وأتى بالأربعة الأوائل لأنهم أعلم الصحابة على الإطلاق. والدلالة أنهم أعلم الصحابة على الإطلاق الترتيب في الخلافة هو هذا، أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم سنة متبعة. هذه دلالة واضحة جدا أنهم أعلم الصحابة على الإطلاق. جعل لهم سنة متبعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ولم يخلوا هؤلاء الأفاضل من إطلاق اللسان فيهم. ولذلك عائشة لما ذكر لها ذلك قالت قوم أعطاهم الله الأجر وما أراد أن يقطع عنهم أجرهم، فأطلق ألسنة هؤلاء فيهم حتى يستتم الأجر. لا، الله له حكم. لكن هنا ترى بديع التصنيف أنه كأنه قال بعدما بينا حكم سب الصحابة اعلم أن هؤلاء الصحابة الذين من أجلهم قد لعن الله من تجرأ عليهم لأنهم أهل لذلك، وأهليتهم وفضيلتهم وأفضليتهم ظهرت في العلم، في إتقانهم العلم. المسألة من الأهمية بمكان لفهم هذا الباب. لذلك قال أبو بكر الصديق أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. قال أبو بكر الصديق ووزير النبي صلى الله عليه وسلم الأول وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الصحابة على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. أبو بكر الصديق قال الله عنه يعني شاهد له بالإخلاص وشاهد له بالصدق وشاهد له بالأفضلية عندما قال وسيجنبها الأتقى. وجمهور المفسرين يقولون أنها نزلت في أبي بكر. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد من عنده من نعمة تجزى. لا يتقدم إلا لله ولا يتأخر إلا لله، لا لجماعة ولا لشخص ولا لمال ولا لجاه ولا لسلطان ولا شيء. المحرك الرئيس له الله. لذلك من تحرك لله رفعه الله، ومن تحرك عصبية أو تحرك لجماعة أو تحرك لشخص أو تحرك لجاه أو لسلطان أو لمال لا يمكن أن ترى رفعة له. لذلك أنت ترى هنا قال وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. يعني شوف جزم في الختام ولا سوف يرضى. وأيضا الله تعالى قال ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. المقصود بها أيضا هو هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال في نفسه لما قال في عمر قال هذان سيدا كهول أهل الجنة، هذان سيدا كهول أهل الجنة لفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر الصديق باتفاق الصحابة أنه أفضل الصحابة.
لذلك أبو بكر لما قال وإني رضيت لكم أحد الرجلين في سقيفة بني ساعدة، وإني رضيت لكم أحد الرجلين أبسط يدك عمر أبايعك، فقال عمر لأن أتقدم فيضرب عنقي خير لي من أن أتقدم في قوم فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. وكم كانت المخالفات بين أبي بكر وعمر، كم أكثر من خالف أبي بكر ومن عمر في القضاء وفي غير القضاء، وأيضا في مسألة الزكاة ومسألة الردة ومسألة خالد بن الوليد ومسألة أسامة خالفه. لكن شوف الخلاف يسع، الخلاف هذا هو العلم، هذه الديانة والعلم، هذه ديانة وعلم يسع في ذلك. فيقول إذن نرى بأن المطلوب هو الدين، إذن خلاص الدين. وعمر شوف الإنصاف لما تناظر مع أبي بكر وقال أبي بكر والذي نفسي بيدي لا قاتلن من فرق بين صلاة الزكاة ولو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله قتلتهم عليه. ماذا قال عمر؟ أحد يذكر قول عمر؟ قال وما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أن هذا هو الحق. انظر ديانة، فنزل على قول أبي بكر، ليست خصومة هذه ديانة، فنزل على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. يقول أي سماء تظلوني وأي أرض تقلوني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. الله أكبر، أي سماء تظلوني، يعني كيف أنا أبيح لنفسي أن تظلني هذه السماء التي هي مخلوقة للرب جل في علاه. كأنه يقول الدنيا خلقها الله تعالى للموحدين. قال أي أرض تقلوني إذا قلت أنا في كتاب الله ما لا أعلم. هذا الحق، أن هذا يعني أدب جم نتأدب به من كلام أبي بكر رضي الله عنه في مسألة تفسير القرآن. يعني هذا باتفاق هو أعلم الصحابة، فأبو بكر هو أعلم الناس بمراد الله وأعلم الناس بمراد رسول الله السلام، ومع ذلك شوف يتوقف ويتهيب ويقول أي سماء تظلوني أي أرض تقلوني إن أنا تكلمت في كتاب الله بغير علم. تفسير القرآن على مراتب ثلاثة معروفة ولا لا تبتعد عنكم. المرتبة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، المرتبة الأولى من أعظم المراتب هي تفسير القرآن بالقرآن. المرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة، المرتبة الثالثة تفسير القرآن بقول الصاحب صحيح، المرتبة الرابعة تفسير القرآن باللغة، وليس وراء ذلك من شيء إلا مسألة التفسير بالرأي. والتفسير بالرأي كما سيأتي التفسير بالرأي يعني لا يطرح كلية ولا يقبل كلية. التفسير بالرأي نقول الرأي الذي يوافق الضوابط والقواعد العلمية والذي يوافق الحق، هذا الذي يمكن أن نأخذ به. يعني تفسير القرآن بالقرآن لو ضربنا مثلا على ذلك، مثلا في قول الله جل في علاه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أشار المسلم إلى تفسيرها في القرآن، لأن الصحابة لما سمعوا قول الله جل في علاه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المعصية ظلم، المعصية حتى وإن كانت صغيرة فهي ظالمة، فهي على الظلم. فقال رسول الله أينا لا يظلم نفسه أو ما ظلم نفسه، فقال المسلم ليس ذاكم. ثم قال اقرأوا قول الله جل وعلا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويبين يعني يدل الناس على أن تفسير الآية فيه الآية، تفسير القرآن بالقرآن، وهذا من أعظم ما تراه تفسير القرآن بالقرآن، لأن الذي دلك عليه هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، هو بيّن لك أن هذا التفسير هو الصحيح، تفسير القرآن بالقرآن. من تفسير القرآن بالقرآن أيضا في قول الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هو فسرها في الآية الأخرى، قال الله تعالى وأنزلنا لك الذكر ها لتبين. إذا معنى ذلك أنه بيّن الله تعالى أنه ثم علينا بيانه لا مباشرة، أنه يوحي ويتقبل الرسول الوحي وينشره بين الناس. إنما على رسولنا البلاغ. إذن هذه دلالة واضحة جدا على مسألة تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعظم أنواع التفسير على الإطلاق هو تفسير القرآن بالقرآن، هذا الأصل. أيضا في ذلك قول الله جل وعلا في سورة النساء قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ها وأرسلناك للناس رسولا. قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فلما نظرنا إلى ذلك وجدنا تفسير هذه الآية توضيحا في قول الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت. يبقى إذن لما قال عندما يقول الله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني بسبب أفعال نفسك. وأيضا من تفسير القرآن بالقرآن أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله جل وعلا هذا تفسير القرآن بالسنة
ها؟ قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو 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 قال قال الله تعالى في سورة النساء مش في سورة مريم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيق. فجاء تفسير الذين أنعم الله عليهم أتى بكل الأصناف الذين أنعم الله عليهم، كل ذلك تفسير القرآن، كل هذا من باب تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعظم أنواع التفسير. طبعا أعظم التصانيف في تفسير القرآن في المعاصرين هو أضواء البيان، كتاب الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه. كم وكم الآن ممن يصعد يتكلم على هؤلاء، يعني أنا قبل أن أتي سمعت كلاما يعني أغمني، يعني ما أنا ما أعرف كيف بعض الدرس، لكن هو الله الذي يفتح. يعني اهتمام، يعني جاني هم عظيم جدا، والهم الأكثر صراحة أنتم يعني الإخوة هنا ما أريد أنه يستحقون العلم أو لا يستحقون العلم، هذا سيظهره الله لا يفعل، لكن الحق أنه أنا يعني جاني هم عظيم جدا. سمعت من قام يتكلم ويقول عندنا مآخذ على السلفين 10، والسبب في ذلك هم السلفيون، هم السبب في ذلك، هم السبب. قال هم بيخطفوا في بعض ويقطعوا في بعض، الحمد لله شمتان في هذا. وطبعا قل من الذي يفعل ذلك، من الذي جعل هذه السلفية تكون هكذا؟ وتكلم بقى طبعا 10 نقاط في المآخذ العظيمة على السلفيين، ناس نصوصية ناس ظاهرية، طبعا أصلا يختلفون اختلافات عظيمة بينهم وبين بعض، ويخرج منهم 70 فرقة و70 فرقة، وسب ابن تيمية سبا صريحا، والكلام على يعني السلف، ويقول السلف هذه فترة ليست منهجا، يعني ليست مذهبا كمذهب الشافعي وأحمد. من الذي جعل يعني مثل هذا أن يطفو على السطح؟ من؟ أولا طبعا فعل السلفيين بعضهم لبعض، والأمر الثاني جهل السلفيين. طبعا ما نقولش كل السلفيين جهل، لا، لكن هناك جهل، جهل. لذلك أنت ترى الذي معه شطر علم لما يجد الذي أمامه جاهل ماذا يفعل؟ هترفع عليه، هترفع عليه، هو عنده شطر علم يترفع عليه، يترفع بل ويتقوى، يتقوى عليه. لكن كلما كنت قويا علميا ما يستطيع أحد أن يجابهك، ما يستطيع. المصيبة، كل المصيبة مش في هذا، المصيبة أن تكون ضعيفا علميا ولا ترتدي بالقوي العلمي أن يتقدم، هذه المصيبة. لما هيتمكن هذا؟ يعني أنا سمعت والله العظيم أنا أعصابي ما تحرق، يعني قلت أشوف كل الذنوب الذي أقع فيها في حال، وما أسمعه الآن في حال. قال وقوم يعني يكرهون الأصول الفقه، ليه؟ لأنهم جهلة، يجهلون ما معنى أصول الفقه. هو إحنا الحمد لله مش ماشي أصول الفقه، انتشر هذا الشرح في كل مكان، وهنا أصلا بنتكلم عن العالم لا يكون عالما إلا إذا أتقن هذا الأبواب. هو طبعا أخذ شريحة من السلفيين فقال عنهم ذلك، ويجهلون أصول الفقه، وهذا من جهلهم. يقول يكرهون أصول الفقه لأنهم جهلة لا يفقهون أصول الفقه، لا يعرفون كيف يطلعون عليه. وتكلم بكلام كما قلت نقاط 10 يتكلم فيها، أقول أن هؤلاء الجهلة لا يأخذون بالحديث الضعيف. طبعا كل هذه مسائل أخذ ورد، ما فيها شيء يعني سهل جدا نبين فيها، لكن وطبعا مش سهل الرد عليه، ده هو السهل ان هو يغرق في دقيقة، لانه اصلا هو ايضا بيتتبع شذوذ ذات المذاهب وما عندوش علم، يعني هو ما عنده علم، مش متقن علمية، لكن السبب، نحن السبب في ذلك. والإخوة مع ذلك لا يهتمون بالعلم. اعتذر، انا مش ما اريد اتكلم بكلام يزعجني قبل أن يزعج الإخوة، يعني لأنه حقا هذا العلم لا يصح إعطاؤه إلا لمن يستحقه أبدا، يعني هذا الذي لابد أن يقال إنصافا، يعني هذا العلم لا يصح إعطاؤه إلا لمن يستحقه، لأنه من يستحقه هو الذي سيحمله، وإن حمله سيستطيع أن ينافع عنه ودفع عنه، لكن غير ذلك صعب. الله المستعان. لذلك كان المسلم يقول، وحديث فيه ضعف لكن نستأنس به، قال إذا عن حديث أنس: إذا جاء طالب العلم لك فقل مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نقول تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن وطبعا شنقيطي داخل في السب والشتم، طبعا وطبعا سب والشتم على ابن تيمية وكيف يقسم التوحيد إلى 3، ومن هم دول 3%؟ قل سلفين هؤلاء في القوم في الناس 3%، استجلبنا على أنفسنا هذا، نحن استجلبنا على أنفسنا هذا، ولو احترمنا أهل العلم فينا
لاحترمهم الآخرون. هذا هذا منا نحن الذين فعلنا ذلك، لو احترمنا أهل العلم فينا لهابهم الآخرون. لكننا عندما أردنا أن نعمي على أهل العلم ونشوش عليهم ما هابنا الآخرون، هذا هو، وهذه المصيبة التي نعيشها الآن. لكن الحمد لله يبقى أن العلم الراسخ ما أحد يستطيع إطفاؤه، بيشع رغم الأنوف، رغم الأنوف ترى العلم الراسخ يشع، فلابد من الحرص على ذلك. عامة تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة هذه من أفضل أنواع التفسير أيضا، إن هو الحاصل أن الآية جاءت وأنزلنا لك الذكرى لتبين، لتبين الناس ما نزل إليه. فيبقى تفسير القرآن أيضا بالسنة هي أقوى الطرق في تفسير القرآن، لأن مراد الله جاء عن طريق الوحي، ورسول الله أعلم، أعلم الناس بمراد الله، هو أعلم الناس بمراد الله علما واجتهادا أم نقلا؟ نقلا وحيا، هو ده الأصل. ما على رسولنا البغل دعك من مسألة الاجتهاد، نقلا وحيا. لذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة، الزيادة هي رؤية الله تعالى في علاه. أيضا لما قرأت من، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة عندما قال الله تعالى في علاه، يعني هو لا 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 أنا أريد الثانية، حفصة قال الله جل في علاه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، عائشة ولا حفصة؟ عائشة أيضا. طب الآية الأول، هاتوا الآية، فأما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فقالت يا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، فهو قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من يحاسب سيعذب. قالت له كيف، شوف انظر، شوف شو هذه أيضا اسمها منهجية النقد عند عائشة، عجيب يعني المحدثون يتعلمون كيف انتقاء نقد المتون. وهنا ترى المسألة على أن الركيزة عند المتقدمين في باب التضعيف والتصحيح كان المتن مش الإسناد. شوف انظر، عجيب والله، مع أن الجميع من المتأخرين يموتون على الإسناد، والمسألة المتون هي الأهم في هذا الباب. وهذا اسمه خبرة العلم، تضلع العلم هو الذي يجعلك تكشف الأمر من المتون. فهي عائشة ترى أن الحديث وزاكم أخذوا ميزانا، قالوا الحديث يدل على ضعفي إذا خالف الأمور القطعية، النقل أو العقل، في الأمور القطعيات من النقل أو العقل إذا الحديث فيه كلام لازم ترجع إليه، لابد ترجع تعلم أنه ليس بصحيح. فلما قال لنا مثلا من نقش حساب عذب، فقالت يا رسول الله ماذا تفعل بقول الله في علاه فأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا، سوف يحاسب، ويقول نقش الحساب، لكن هي فات عنها أنها قال نقش الحساب. فقال لها نبي صلى الله عليه وسلم ذاك العرض، والعرض هذا من باب الترجمان، عندما قال أن حديث المناجات لما قيل ابن عمر أحدكم يحفظ حديث المناجات، قال أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، قال فيلقي عليه كنفه فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، ذنب كذا يوم كذا، حتى يقول يرى المرء ينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأ منه فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فيقول عبدي قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذه فيها دلالات واضحة جدا على مسألة التفسير، تفسير القرآن بالسنة. أيضا من تفسير القرآن بالسنة هناك مسألة عظيمة جدا في تفسير السنة، يعني جعلتنا على الأقل نعرف أن هذه الآيات من آيات الصفات، الصبر، خلاص يوم يكشف عن ساق ويدع، طبعا يوم يكشف عن ساق الآية مستقلة لا تكون من آيات الصفات، لا يكون من آيات الصفات. إن لله إن رجعون، جاءني الغم مرة ثانية لأن ذكرت الرجل وهو بيتكلم يقول وهؤلاء المشبهة يقولون الرحمن عرش استوى، يقولون قعد، كذب على السلفين، لا شوف انظر بقى هذا. فيقول وهو بيقول، طبعا هو يقول لك منهم من يقول الأرض لا تدور، ليش لا تدور؟ لأن الله بينزل، هينزل هيدور وراها، يعني شوف شوف أتعرفون ما معنى هذا؟ لا، ها مشبه، هو اصلا هو مشبه لكنه فر من التشبيه الى هذا، ولذلك بين لك العله لما هو لا يثبت الصفه.
يقول لك الله يدور وراها. شوف انظر كلام اعوذ بالله. ولا ده هو بعد ما يقول ذلك يقول اعوذ بالله منهم حسبنا الله ونعم الوكيل مثلا. نعم هذا كلام يعني هذه مشكله كبيره مشكله. طب هل الصحابه قالوا هذا الكلام؟ هل التابعون قالوا هذا الكلام؟ هل علماء المتأخرون من المتقدمين قالوا هذا الكلام؟ فسبحان ربي العظيم. يعني هذه صفة من صفات الله تعالى. قال استوى. الآن الله هو الذي قال استوى. الآن ما لنا بتفسيرك الآن ولا ما لنا؟ دعنا نتكلم بأي شيء. مش هذا قول الله؟ ماذا تفعل أنت فيه؟ فهو يقول لك لا. وهو أصلا ينكر دوران الأرض لأن الله عندهم بينزل أو ينكر النزول. طب النبي قال ينزل ربنا. ماذا سنفعل؟ نأخذ بقول من نحن؟ مش هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جعل هذا الأمر يكون هكذا؟ نحن. اللهم انشر الحب وفي الله يا رب الوئام والألفة يا رب العالمين. اللهم من لم يرد الألفة اللهم أرحنا منه، اهديه أو أرحنا منه، أو يعني اللهم اقبضنا إليك يعني غير مفتونين. اللهم أمين. فهو لابد أن نعلم أن المسألة سيسهل كثيرا كما سيأتي، سيسهل كثيرا على 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 الناس الالتهام عندما تكون الدجالة مقطعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأكلة الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعته. فقالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مصيبة. لذلك آيات الصفات انظر نحن لا نقف معها إلا بما أوقفنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال يوم يكشف عن ساق ما قلنا لله ساق بهذه الآية، لأنها لم تضف إلى الله. فقلنا خلاص يا ساق ابن عباس نقل عنه وهذا سند ضعيف ليس صحيح. أنه قال لما قال في تفسير يوم يكشف عن ساق وتدعون، قال شدة هول الموقف، كما يقول اشتدت الحرب أو شدت ساق الحرب. فالحق هي لغة العرب تقبلها، لكن هذا حديث ضعيف. لا خليه صحيح. عندنا الآن تفسير النبي وتفسير ابن عباس بمن يؤخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يكشف عن ساق في حديث أبي سعيد الخدري قال فيأتيهم الله جل في علاه على من المؤمنين ومعه المنافقون. قال فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله تعالى من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. يقول أنا ربكم. فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، نعوذ بالله منك لست بربنا. فيقول بينكم وبينه علامة. فيقولون نعم. فيكشف عن ساقه فيخرون جميعا سجدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وبين أن قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق هذه دلالة على أنها من آيات الصفات، أن المقصود بذلك هو ساق الله جل في علاه، ساق الله ولله ساق. نعم لله ساق، ذكر الله ذلك وذكر له النبي صلى الله ذلك. ونحن نقول كله دائر على قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع. لا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. ونقول الكيف موجود لكننا لا نعلم كيف، كما قال الإمام مالك الرحمن عرش استوى كيف استوى. قال الاستواء في اللغة معلوم، يعني الاستواء معلوم، والكيف ما قال غير موجود، قال مجهول والسؤال عنه بدعة. فالإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. المسألة من أهمية بمكان. إذن هذا تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بالسنة. الثالث تفسير القرآن بقول الصاحب، تفسير القرآن بقول الصاحب. وطبعا تفسير القرآن بقول الصاحب هذا كثير. في قول الله جل في علاء في آل عمران في البقرة هو الحاصل أنه هذه الآيات التي تتكلم عن كلام الله جل في علاء، العلماء يعني يقولون هذا كلام خاص بموسى، أو مش خاص بموسى وتشريع، لكن هو كلام لموسى ليس هو التوراة. طيب نقول مثلا قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله ورفع بعضهم، فهل الكلام هذا هو التوراة؟ فيبقى التوراة كلام الله. مجاهد
مجاهد وابن عباس قالوا لا. أنا أريد بس أفهمكم أن ده تفسير الصاحب. قال هذا ليس التوراة، كلام الله ليس التوراة، كلام الله ليست التوراة. لأننا لو قلنا أن التوراة هي كلام الله، يبقى إذا ما المزية، ما الفرق بين التوراة وبين القرآن؟ ما في، ما تكلم الله إلا بالقرآن. نعم، ما في أي دلالة على أنه تكلم بالتوراة ولا تكلم بالإنجيل. خط التوراة بعده تكلم، قال أنت موسى الذي استفاق الله بك برسالاتي وبكلامي. شوف انظر للتفريق، وخط لك التوراة بيده. فرق ولا ما فرق؟ انتوا مش واصله لك؟ لا لا هوي ها. لا تعبت تعبت، ده هذه مسألة مهمة جدا. لا تكلم الله بها، هات الدليل. هات نعم. ده حديث مين بقى حضرتك؟ الآن أنا أقول لك هات الدليل على أن الله تكلم به. هي من عند الله وليست كلام الله، هي من عند الله. وخط لك التوراة بيده، لكن كلام الله هو القرآن. هذه مزية. ما هيموت، ما مش قادر، وهو عايز ينازع بس ما عندوش عين الدليل الذي يقوي على المنازعة فتعب. ما في الحق أن الحمد لله أن كلام الله هو القرآن. يعني ما أنزله الله جل في علاه على عبد من عبادي وقد تكلم الله به بصوت وحرف هو القرآن فقط. هو فقط القرآن. الله تعالى ثبت له الكلام، لكن ما أنزله الله وحيا ككتاب تشريع من كلام الله جل في علاه هو القرآن. أما التوراة غير كلام الله جل في علاه. قال وخط لك التوراة بيدي، هذا تفريق. مجاهد فرق وقال فرق بين التوراة وبين كلام الله، لأن كلام الله هو القرآن فقط الله. وإلا فالمزية، مزية القرآن على التوراة والإنجيل إيش هي؟ ما يا ابن يا حبيبي أصلا طب ابن تيمية يقول هي محفوظة أصالة، والتحريف ليس تحريف حرفي، ده تحريف معنى بس فقط. فأنا بتكلم على أنه المزية العظمى بين القرآن وبين التوراة إيش؟ أن الله تكلم بها، هو كلام الله. لذلك قال الله جل وعلا فإن استجارك أحد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، والمقصود بإجماع يسمع كلام الله ولا إيه؟ القرآن. فالقرآن تكلم الله به. نعم. قال سماها الصحف والزبور، يعني الغرض المقصود انه في القرآن فقط هو الذي سماه بأنه كلام الله جل وعلا. وهذه مهمة جدا، هذا تفسير لمن للصحف، تفسير للصحف. وايضا في قول من قول ابن مسعود او ابن عباس او حذيفة في قول العالم من يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، صحيح. قال بأنها خاصة بايش؟ باليهود والنصارى. بعضهم قال بذلك، حذيفة الذي قال نعم بنو العم هؤلاء الحلوة لكم والمر ايه والمر عليهم. لكن هذه تفاسير للصحابة. ابن عباس رضي الله عنه ارضاه ايضا فسر كثير من الآيات، يعني كما قال سعيد بن جبير وقف على عرفة ففسر سورة البقرة، قال لو سمعها العرب والعجم والديلم لا اسلموا جميعا. من بديع تفسير الإمام ابن عباس، تفسير القول الصاحب، لأنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن اللغة كانت عندهم سليقة. التفسير الرابع، المرتبة الرابعة، تفسير بالقرآن باللغة، تفسير القرآن باللغة، وهي ضوابط. ليست المسألة كلها لا تجعل اللغة حاكمة، لأننا أخذنا في أصول الفقه مسألة فارقة. إيه هي؟ ها؟ ممتاز. إيه هي؟ ها؟ من وضع اللغة؟ من؟ الله. توقفية، يعني هي توقفية الآن، فهذه من أهمية بمكان. لذلك ابن عباس في تفسير قول الله تعالى فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة فاطر، فقال ما كنت أعلم ما فاطر، ما كنت أعلم حتى إلى أن العربي قال بئري هذه أنا فطرتها، صحيح؟ مش هذا اللي قاله؟ فقال عرفت ذلك، علم معنى فاطر عندما جاءه عربي يتكلم باللغة. فتفسير القرآن باللغة
وهذا الرابع وذلك بعد ذلك كف. لذلك شوف أبو بكر رضي الله عنه أرضاه قال أي سماء تظلوني أي أرض تقولوني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فيها أداب أيضا بعد ما بينا هذا التفسير فيها أداب، هذه كلمة تكتب بماء العين من أبي بكر رضي الله عنه أرضاه أيضا فيها أداب. الأدب الأول عدم التكلف، إن كنت لا تعلم قل لا أعلم، كنت لا تعلم قل لا أعلم، لكن لا تقول هذا أعلم أهل الأرض في الأصول، والآخر يقول هذا أعلم أهل الأرض بفتح الباري، والرابع يقول هذا أعلم، فهذه مصيبة تانية. إن كنت لا تعلم فكف، قل لا أعلم، أنت لن تخسر شيئا بل ستفوز. وثلث العلم أن تقول لا أدري ولا أعلم. ابن عمر لما جاء الرجل يسأله عن مسائل في المواريث قال لا أعلم، قال أسألك وأنت صاحب رسول الله؟ قال أنا صاحب رسول الله ولا أعلم. فسأله الثانية قال لا أعلم، قال أنت نعم أنا صاحب رسول الله ولا أعلم. والثالثة قال لا أعلم، وابن عمر يقول ويضرب في يده. ثم قال ابن عمر متهللا فرحا، الرجل بيقول إيش الفرحة يعني، أنت أجبت على أساس ذلك تفرح؟ فرح بالنجاة لأن الله ابتلاه فاختبره فنجا. فقال الحمد لله الذي وفق ابن عمر في ما لا يعلم أن يقول لا أعلم. فقه راقي، فقه عدم تكلف. لذلك يقول الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أنا من المتكلفين، هلك المتنطعون. التعمق دون علم هذا، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هذه مشكلة كبيرة جدا في مسألة ثوب الزور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. ووضع الشيء في غير موضعه هذه رعونة وليست من الحكم، وهذه رعونة ليست من الحكم. الأدب الثالث وهو الذي يتجرأ على الكلام في كتاب الله جل في علاه دون علم، هو الذي أقحم نفسه إلى أو قد تجرأ على النار على بصيرة، تقحم النار على بصيرة. لما جاء من الآثار أن من تكلم في القرآن بغير علم آثم ولو أصاب، كان آثما عند الله ولو أصاب. نعم هذه الآثار بأسرها قد جاءت على هذا المعنى. ثم قال وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه السنة حبل الله المتين. الله أكبر، السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. السنة حبل الله المتين، طبعا الحبل يأتي بمعنى السبب، يأتي بمعنى الطريق، يأتي بمعنى الوسيلة، لكن وكأنه يقول الذي يصلك بربك هي السنة، سنة حبل الله المتين. وهذا من دلالات العظيمة لفقه أبي بكر رضي الله عنه، بل لرقي فقه أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. قال السنة، والسنة هنا بمعنى الطريقة في اللغة وفي الاصطلاح. السنة طبعا كما قلنا هي تذكير بما مضى، السنة تأتي في تعريف الاعتقاد والأصول والفقهاء وأهل الحديث. السنة عند أهل الاعتقاد هي ما تقابل البدعة. السنة، ولذلك انت طلع الحمد لله احنا شرحنا اصول السنة، واصول السنة للكائي، والسنة لابن ابي عاصم، وايضا السنة لامام احمد، السنة للخلال، كل هذه في السنة. السنة هي مقابل البدعة، وهذه مسيس الاعتقاد في ذلك، في هذا الباب يقول هذا سني الاعتقاد، ليس بدعي، ليس مرجئا، ليس قدريا، ليس خارجيا، ليس رافضيا. السنة عند الاصوليين هم يبحثون عن كليات الاحكام، قواعد كلية، وهذا تستنبط من أحاديث. لذلك هم يقولون السنة كل ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط. قف، ليش؟ لأن هذه التي يستنبط منها الأحكام، لا ينظرون لمسألة التعبد بالتأسي. والثاني الثالث عند الفقهاء يقولون السنة مقابل الفرض، يعني التي بالتعريف الاصطلاحي يثاب فاعلها ولا يأثم تاريخها، هذه السنة. السنة عند المحدثين، وهذا الأهم، السنة عند المحدثين هي كل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. يقول السنة هي حبل الله المتين، وهذه معناها أن الإنسان صلته بربه جل في علاه على السنة، وهذا صحيح لأن الأدلة قد جاءت كثيرة جدا تثبت هذا المعنى، معنى أن صلة العبد بربه بالسنة.
ائتونا بقى بالأدلة على ذلك تصريحا وتلميحا وإشارة وعبارة. السنة الصلة بين العبد وبين ربي لا تكون موصولة إلا بالسنة. ممتاز. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، دلالة واضحة جدا بأنه صلة المحبة بين العبد وبين ربي والتمسك. علامات الحب، علامات محبة الله للعبد أن يوفقه للسنة، فمن وفقه الله تعالى للسنة فهذا محبوب. يعني إن سألت عن علامات محبة الله للعبد انظره، فإن وجدته ويتحرى السنة فيعمل بها فاعلم أنه محبوب إلى الله جل وعلا. فإن وجدته ويبتدع في دين الله أو هو يحيد عن السنة لبدعة فاعلم أنه يعني هنا على التفاوت الآن لا يكون محبوبا لله جل وعلا. ممتاز. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن وين الصلة هنا؟ نتكلم على أساس أنه يكون على العبارة أو على الإشارة. أين الصلة بين عبد وبين ربي هنا؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمر من؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بهذا أنه لو خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو غير محبوب. ها؟ نعم. طب الدلالة على البعد إيش؟ تصيبهم فتنة. ولذلك أحمد قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. يعني كلما تبعد عن السنة، كلما ترك السنة كلما تبعد عن الله، وكلما تبعد عن الله التهمته الشياطين ولم يوفقه الله رب العالمين. هو قال الله تعالى يا الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم. بطلان العمل قطع ما وصل بينك وبين الله جل وعلا، مفهوم. ووصلك بين الله بينك وبين الله جل وعلا أن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات عظيمة جدا، فلا وربك لا يؤمنون، الصلة بينك وبينه إيش؟ أنك تؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. طيب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. فلا ورب مؤكدات ثلاث، نفي الإيمان يبقى قطع الصلة، نفي الإيمان قطع الصلة. ها؟ ما طبعا نعم هي يعني ليس فيها قطع الصلة لكن صحيح، لأنه مفهوم المخالفة ثابت في هذا الباب. وأيضا في قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. وين قطع الصلة هنا؟ يعني نتكلم في سياق قول أبي بكر السنة حبل المتين. إيه مؤمن؟ إيه مؤمن؟ ما أنت هي فهلوة؟ وما الخبر هنا دلالة واضحة جدا أن علامة الإيمان ها أن لا يكون له خيرة في أمري. فإن خير يبقى إذن هذه دلالة على ضعف الإيمان، ليست محو الإيمان لكن ضعف الإيمان. لذلك الحديث وأن كان فيه ضعف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن هذه دلالة واضحة جدا على مسألة أن السنة كما قال أبو بكر، وهذا كلام صراحة والله يكتب ينقش على الصدور بماء الذهب لو صح ذلك، قال السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. طبعا هو كأنه قال قد هلك، فمن قطعها أو فمن تركها ترك السنة فقد قطع حبله من الله جل في علاه. وهذا أيضا كما قال الإمام الزهري قال السنة سفينة نجاة، السنة سفينة نجاة، فانتهى الموضوع، كسر الآلة التي بها السفينة. وطبعا السنة سفينة نجاة فيها من الفقه ما فيها. لو واحد يبين لي فقط بعض درجات الفقه في كلام الزهري، قال السنة سفينة نجاة، لو تعلموا شوف هذا الواقع الذي تعيشون فيه أحوج ما يكونون إلى كلام الزهري. سفينات هي السنة سنجو جيد، لكن ليست هذه المطلوبة. وهي المعنى، هات المعنى. وإذا جاءهم أمر في سورة النساء، سورة النساء نعم، وإذا جاءهم أمر الأمن والخوف أذاعوا به ورادوا الرسول وقل الأمر منه لعلمه الذين يستنبطون منه. جيد، بس هذه سورة النساء.
حريص. هي سفينة واحدة ليس سفنا كما قال مع حجر، خلاص حجر لان، الحجر لان والسنبور نازل. العاطفة لابد أن ترى ترى انسيابية في الأشعار التي تأتي. ها دكتور حسن، صحيح، لكن أنا أريد ماشي. المفروض بقى يعني أنت انكويت فلازم تأتي بالتوائه. نعم ده ممتاز، أنا أريد يغرق هنا، أريد هذا. ها ممتاز، هذا الذي أريده، أنت أفهم هذا. لا، إذا وجدت اللج فاعلم أن الفتنة قد أتت، عمت وطمت. فكأنه يقول انظر ببعد إلى نوح عليه السلام. ها، فإن نظرت إلى نوح عليه السلام وجدت أن الله تعالى إيش فجر الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد، فقال الله جل في علاه في أول الآية، ها ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، كان الأرض صارت عيون، بلاغة هذا، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد، فالفتن بأسرها كالمياه هذه غرق، لا يمكن للإنسان. ولذلك شوف شوف أصالة العلماء، علماء التعبير وأخذوها من السنة، علماء التعبير يقولون من رأى بحرا أو رأى نفسه في بحر فليعلم أنه في فتن، فتن الله ينجيه منها. لذلك قال لما قال عمر بن الخطاب أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، قال أنا، فقال لله أبوك، أو قال له قال له إنك لجريء، قال فتنة رجل في أهلي ومالي يكفر صوت، قال لا لست عن هذا أسأل. فماذا قال؟ تسأل عن الفتن أكمله لتموج كموج البحر. فهنا الآن كأن الزهر يقول واعلم أن الفتن المدلهمة هي التي تموج كموج البحر. شوف حتى تشبيهه مستقى من إيه؟ من حفظه من السنة. قال إذن هذه الأمواج المتلطمة من الفتن كيف النجاة؟ تمسك بالسنة. فأنت في فتن ما يعلم بها إلا الله جل في علاه، طب كيف النجاة؟ النجاة أن تبقى على السنة، أن تبقى على السنة. قال والسنة سفينة النجاة. فهنا أبو بكر يقول والسنة هي حبل المتين، من ترك فقد قطع، فقد قطع ما بينه وبين الله. وأنا سأقول لكم سؤالا ثم أجيب بالأمثلة، ثم ما أدري كلما أردنا نعطي أكثر من درس، لكن الكلام كلام من ذهب الصحابة، ولا لو حاشا الإنسان معهم بمجلدات. عامة أقول لما يقول فمن ترك فقد قطع ما بينه وبين الله، طيب ماذا تستفيدون من ذلك؟ هو قال فمن ترك فقد قطع حبله من الله. الحق واحد، ممتاز. والحق أن نقول لن تجد موفقا إلا أن تزنه بمعيار السنة، فانظره في السنة، كلما كان أكمل في التمسك بالسنة كلما كان أشد توفيقا، وطبعا هو يكون أكثر محبة لله وأكثر الناس من أحبه الله. هذه العلامة الفارقة. ولذلك نرى أعظم الناس توفيقا في الخطوب، من في الخطوب الفتن المتلاحقة، الخطوب الأهوال. أنت عشان تخاطب فكرتها الخطوبة، والله الإخوة ما زال الإخوة على ما هم عليه في هذا الباب. ها أهل الحديث، أنا ما أريد التعميم، أريد التخصيص، ده كلام صحيح أهل الحديث طبعا، لأن الفرقة الناجية وهي الطائفة المنصورة. ها أبو بكر، هو أبو بكر القائل هو أكثر الناس توفيقا، القائل هو أكثر الناس توفيقا. ولذلك الأدلة واضحة جلية، كيف؟ ها لا شوف أنت، لابد من أول موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفتوحات لا تجد أحدا موفقا مثل ما وفق أبو بكر رضي الله عنه. يعني عمر الخطاب شعر السيف، قال ما مات ذهب إلى ربي كما ذهب موسى وسيرجع ويقطع. أبو بكر ترك الجميع، اللي يفعل يفعل واللي يرتمي يرتمي، فدخل فقبل بين عينيه حق النبي أولا يعطيه. شوف التوفيق، توفيق عجب من الله جل في علاه، دخل ترك الجميع ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل بين عينيه، قال وبكى وقال يا رسول الله طبت حيا وميتا. ثم بعدما أعطى حق النبي صلى الله عليه وسلم قال بس الآن حق الله جل في علاه أولا وآخرا وكل شيء، فخرج على الناس
وعمر يقول ما مات، فقال دعك دعنا عنك، صهن يا عمر اسكت، وهو لا يسكت، فقام قال اليك عني، فما قال ايها الناس من كان يعبد، وشوف حق الله يتجلى كيف، شوف التوفيق العالي، ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ختم المساله. اغشى عليه عمر، سمع ابو بكر وهو بيقرا قول جعله محمد الرسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال كاني لم اسمع الايه الا وقت ان قراها ابو بكر، فسقط مغشيا عليه عمر بن الخطاب. توفيق عظيم، توفيق اخر، شوف العلم بالسنه العمل بالسنه، توفيق اخر. سقيفه، سقيفه بني سعيد، سقيفه الفتن، هنا الفتنه بحق، فتنه بحق. لما جاء الرجل لعمر بن الخطاب قال اتدري ما يفعلون بالسقيفه؟ انهم يؤمرون عليهم شخصا، فذهب او قال امروا عليهم سعد بن عباده، حتى دخل عليهم ابو بكر وتكلم بالكلام، كان عمر يقول تكلم ابو بكر، قال ما اتى على كلمه انا زورتها الا وقد اتى عليها وزياده، اراح قلبه. لكن العجيب انه قام رجل ما ادري من الانصار، قام ان لا اذكر اسمه الان، قال انا 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 داؤها وانا ابوها، ويعني كلمه مثل هذه، يعني انا الذي يعني احل لكم هذه المعضله، منا امير ومنكم امير، فسبه عمر او اشتد عليه عمر بما قال. فقام ابو بكر فقال تعلمون ان السلام قال ان هذا الامر في قريش، من نزعهم فيه لعنهم الله. فقال نعم انتم الامراء ونحن الوزراء. فقال رديت لكم احد الرجلين حتى تبايعوا وبايعوا ابا بكر رضي الله عنه وارضاه. مشكله كبيره كانت ستقع في الامه الاسلاميه، ضياع، لانه من امير منكم امير، ويحدث التقاتل والتنازع فلا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ايضا ابو بكر في صلح الحديبيه، الجميع او قل الجمهره من الصحابه ما استطاعوا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون الى ابي جندل مسلسلا، وعمر يذهب اليه ويليح له ويلوح له بالسيف، يقول اقتله فانه كلب. الحمد لله انه لم يفعل على ابي على سواء ابن عمرو، والحمد لله انه اسلم ووقف مثل موقف ابي بكر رضي الله عنه. ولله في عباده شؤون وحكم سبحانه جل في علا. لكن لما ذهب يهيج مشاعره قال الزم غرزه، هو رسول الله انتهى. شو انظر ذاك ابو بكر على جدا في هذا الباب. وبعد ذلك انفاذ جيش اسامه، توفيق ليس بعد توفيق. هم كانوا يظنون كيف انت الان تجهز هذا الجيش والامم علينا سياكلوننا يلتهمونا، وانت تقول بانفاذ جيش اسامه. قال والله لو فدانا جيش اسامه ما يمكن اتركه. لما؟ لان السلام قال بذلك، يريد تنفيذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عندما جاء المال قال من كانت له عدة عند رسول الله فليأتينا الآن، قدمه على كل أحد انفاذا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر ارتضى. فحدث أنه لما ذهب بالجيش كل الفئران دخلت الجحور، وأصبح النصر حقا له، الثالث أو الرابع أو الخامس من التوفيق. مسألة حرب الردة ما هي إلا شهادة من عمر، قال والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر، ها قال فعلمت أن هذا هو الحق، فهذا التوفيق. إذا رأيت، وهذه معيار أنت الآن افهمها جيدا، معيار إن رأيت الرجل يتمسك بالسنة وهو الأهم عنده السنة، فاعلم أنه أكثر الناس توفيقا وأكثر الناس نجاحا، وهو أقرب الناس إلى الله جل وعلا، وهو أحب الناس إلى الله، والله جل وعلا يكون هذا العبد من أحب عباد الله إلى الله جل وعلا. هذه علامة فاصلة في مسألة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال رضي الله عنه وأرضاه، قال السنة حبل الله المتين. أختم في كلام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما قال السنة حبل الله، فمن تركها فقد قطع حبله أو ما بينه وبين الله جل وعلا. عندما قالوا له في جامع القرآن كانت الإجابة ماذا قال؟ كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الكلام الظاهر جدا من هذه هؤلاء الأخيار الأبرار. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتمسك السنة، ونسأل الله جل وعلا أن لا يعاملنا بما نحن أهل له، وأن يعاملنا بما هو أهل له، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يثبتنا على الحق، وأن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يشكر كل من ساهم وأعان على إقامة هذه الدروس، وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. وأشكر لكم جميعا صبركم على طلب العلم. ماشي.
أنا ماذا أفعل؟ أنا كنت أموت ورب العزة وأنا سامع كلام ابن تيمية هذا، شتيمة علي على ابن تيمية. لا أيوة نعم، أنا مش بس أنا مش متخيل إن المسألة ضربة كده بهذه الطريقة. لا ما كانش الكلام على السلفية بهذه الطريقة. لما سألوا طب والسلفية دي شايفينها يعني المال، قال هذه بدعة، هذه بدعة. فأنا ماذا أفعل؟ طب أنا ماذا أفعل يعني؟ أنا قلت أضحك ولا أبكي ولا ماذا أفعل؟ اه نعم هذا خلاص، ده انا مش محتاج انك تقول لي الكلام ده، انت راح تقول له هو. ملوش دعوه بحاجه، ملوش دعوه. اه كله سلفيين يا عم تشيكوا، فين المناظره؟ بص يعني قال هذه عشره، قال والعاشره، قال ما هي العاشره؟ قال هدموا 85% من الإسلام سلفيين محاربتهم للصوفية. قال لا أنا ساكت بندهش عايز أسمع الكلام اللي بعد كده. قال أن الصوفية هي العمود الثالث من أعمدة الإسلام، اللي هو اللي بقى لا اللي هو إيه، ها أي الأول والثاني؟ الأول الإسلام والثاني الإيمان. أنت خليته كده يعرفوا العمود الثالث إيه؟ الإحسان. قال والإحسان هذه علاقة العبد بالرب. صح، ممتاز ممتاز. طبق بقى، ايه بقى علاقة العبد في ايه؟ مالك شفت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لسه مسلم عليه، لسه الآن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ما هذا الذي قال، فاهم ازاي؟ هي دي العلاقة. ما وبعدين اما تيجي تتكلم تقول وحدثنا، مين حدثنا؟ نام انا حدثني قلبي ايه؟ الرب. والمسألة منتهية، تعرف هذه مسائل مهمة جدا. لا أنا أتكلم على كده، يبقى معنى كده يعني يبقى الحق نحن لابد نعمل إيش؟ نقبع على كتب أهل، ها؟ هو هذه لابد بقى، ويكون حقا في إتقان علم، حقا فيه. وبعدين هذه تعلم أن الذي يحارب أهل العلم خسران في كل حاجة، لأنه خسران نفسه ويمكن لأهل البدع، ويمكن أهل البدع بسبب أنه يحارب إيه؟ أهل العلم، وهو شايلها عند ربنا في كل أحوالها، شايلها عند ربنا في كل أحوالها. طالما هتحارب أهل البدع يبقى شايلها في كل حاجة عند الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لابد هيقول له طب أنت ما تركتش ليه أهل العلم؟ على الأقل العلم يطمس البدع، ليه بتحارب العلم؟ ما تسيبه عشان يطمس البدع، خلاص يكن بينك وبينه ما يكون، لكن اتركوا من أجل البدعة لا تنتشر، لأن كلما انتشرت السنة انخمدت البدعة، والسنة بياض شمس ساطعة، والبدعة ما فيش لجلج، الباطل لجلج، لازم تنخفض البدعة. فأنت لا أنت استطعت أن ترد البدعة، ولا أنت تركت الذي يتقن أن يبقى بينه وبين البدعة. إذن هو في كل أحواله شايل، سيسأل عند الله تعالى في هذه الأمور. فلابد نحن أصلا لابد كما قلنا، كما قال ابن مسعود، قال كن عالما أو متعلما أو 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 كن عالما أو متعلما أو محب لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك، لا تكن الرابعة فتهلك. وذلك كان الإمام ابن تيمية يقول أسوأ القلوب على الإطلاق، أسوأ القلوب قلبا، القلب الذي يحمل على أهل العلم، هذا دي دلالة على فساد في القلب. وفساد القلب معناها فساد الإيمان، فساد القلب معناها فساد الإيمان. ولذلك انت ترى شوف كيف كان يعني يجل بعضهم بعضا. أنت أرأيت أكثر من الأقران ومع ذلك شوف شعبة يقول إذا اختلفت أنا والثوري، ده منازعة أشد ما تكون. وبعدين الثوري بالنسبة للشعبة فيه تساهل، فالمفروض يقول أنا الشعبة يقول فإن اختلفت والثوري فخذوا بالثوري فهو أحفظ مني، الثوري أمير المؤمنين في الحديث. إيش الديانة هذه؟ الإمام البخاري محمد بن يحيى الزهري يسبه في دينه وزعم زعما افتراءا زورا،
قال هو يقول بخلق القرآن، هو طبعا ما يقول بخلق القرآن، ولا حتى البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق، غلط اللي يقول ان البخاري قال ذلك، ما قال هذا، هو نفسه ينكر على نفسه انه يقول بذلك، دي لفظه مبتدعة. هو قال الكلام كلام الباري، واللفظ لفظ القاري، ما قال بقى ان لفظ القرآن مخلوق، لا قال هذا الكلام. وشوف ظلموه بهذا القول، وهو لم يطرح رواته، روى عنه لكن عم به، نسبه للجد، حتى لا يقال انه صادق معه، لكن ما طرح علمه. هذه مسألة من الأهمية بمكان، يعني ما سبحان الله. ابن عيينة، تعلمون أنتم القصة هذه طبعا ما تعلمونها، لكن لابد أن نختم بها أو نبدأ إن شاء الله في كتاب التوحيد كما تريدون. الإمام ابن عيينة، تعلمون ابن عيينة وما له. ابن عيينة كان رجلا فحلا، قال الإمام الشافعي لولا ابن عيينة والإمام مالك لضاع علم أهل الحجاز. قرينه اللي هو البصر، قرينه من بلدي الرجل، قرينه هو من وكيع بن الجراح الرؤاسي، تعرفون أنه انتقل ابن عيينة من البصر أو من الكوفة إلى الحجاز. فوكيع بن الجراح الرؤاسي كان يلقب بالتنين، كان إذا نزل مكة انفضت المجالس إلا من مجلس وكيع، كان رجلا فحلا. وكيع لما نزل مكة أفتى بفتوى عجيبة كادت الرؤوس تطير من أجلها، تعرفون ما هي؟ إيه؟ قلت إيه؟ يعني هو تكلم على تغير إصبع النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. طيب فقط هو ما قال ذلك، الولي أمير البلدة قال مش يحبس، هذا يقتل، لأنه طبعا يقتل على أي طريق. مين اللي أفتى كده؟ محدث عالي جدا لكن فيه شيء من البدعة أيضا، وهو ده اللي قال فيه أحمد سعيد القطاب أن النبي ابن أبي رواد، وكان أفتى به. قال طبعا الفتوى مرتكزة على إيش؟ استغفر الله، مش استهزاء، لا ده معناه أيوة معناه إيه؟ معناه أن الأرض هتاكل جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن هذا انتقاص من قدر ما لكم لا ترجون الله وقاره، فقال هذا شوف انتقاص من سلم يقتل، وأجمعوا على قتله. ابن عيينة كان في خصومة بينه وبين وكيع بن الجراح، وخصومة شديدة جدا بينهما، خصومة وشديدة جدا. شوف طبعا ما سعد لا ده ذهب فشفع له، بل سأقول لكم أمرا جللا، خصومة وأقران. طيب لكن هو يعلم أنه في طريق الطلب، في طريق العلم، ويعلم قدر العلماء وما لهم عند الله جل وعلا. ذهب إلى الولي وكذب عليه، يريد نجاته. قال له ما لك ولوكيع، وكيع من العلماء، قال وكيع قال كذا، على الرواية اللي رواها قال هذا حديث قد رويناه، وهو ما حصلش، لم يروا هذا الحديث. قال هذا حديث قد رويناه، وطبعا ابن عيينة له وجهة كبيرة عند الأمير، فلما سمع ذلك أطلق صراحه، لكنه تذكر حديث عروة ابن الزبير وكذا، فطبعا تعظيم حديث عروة عن جابر أعتقد، أو ما أذكر، ما أبو الزبير عن جابر، حديث أبو الزبير عن جابر، إن هو بعد 40 سنة ذهب فكشف، أو بعد 40 شهر ما أذكر، أنا كشف عن أبيه، قال فكانت إصبعه على مكان الجرح، جرح له كان إصبعه عليه، قال فنزعنا الإصبع فصار الجرح يصعب دما. قال بهذا الحديث ليتني لم أطلق صراحة، كيف يعني؟ هو يقول إذا كان الشهيد لا يتغير، إذا سلم من باب أولى، لابد هذا تقطع رأسه. لكن هو لما قال له، طبعا هو لما قيل له وكيع بن الجراح أنه ما أفتى بعد ما ذهب إلى الكوفة، فهو استدرك الأمر، لما تذكر الحديث قال ليتني قتلته. فبعث يا أهل المدينة سيمر عليكم وكيع بن الجراح، اقتلوه. بعث على طول، قال شوف ليه توقير النبي صلى الله عليه وسلم.
فذهب عالم العلماء فأردف ابن عمام بعث عليه فذهب عليه فقال إن الأمر قد صدر بقتلك في المدينة فرح فأم ذهب في مكان آخر وذهب أنقذه الله من أجل الأمة رجل يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما قيل له الذي أفتى بذلك ابن عمام الرواة أفتى بهذا فقال له إنه رجل جاهل علم وكيع عالم أيضا لأنه أصلا أنا ماذا أقول أنا ما قلت إن هذا انتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم قلت ممكن أي إنسان هو حي مش ميت ممكن في بعض الأحيان يأتيه برد شديد أو ممكن الإصبع صح يندمل أو يكون فيه شيء ما أتكلم عن تغير النبي صلى الله عليه وسلم ولا انتفخت بطنه ولا شيء من ذلك فقال إنه رجل جاهل يعني هو بيأخذ الرواية هذه فيحسبني أنا كده بنتقص من النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل جاهل فهو الذهبي قال رحمك الله وإن كان كما تقول يعني جاهل المسألة في الفتوى أما كان يسعك ألا تتكلم بمثل هذا حدثوا الناس بما يعقلون ده كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهبي ذكي جدا فيما قال نعم حدثوا الناس بما يعقلون لكن المقصود أن نشوف أهل علم ماذا يفعل بعضهم في خصومة شديدة بين ابن عينة وبين وكيع ذهب كذب من أجل إنقاذه ما نظرهم للدين فقط شيخ القضية عندهم كيف تعالوا راية الله كيف ينتصر الله أو كيف ينتصر دين الله هذا هو فنسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك وأن يوفقنا لكل خير وبر طيب خلينا في الأسئلة وسامحونا أحسن الله عليكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.